وفي الحقيقة لما تجي لأرض الواقع ما تلقى حتى شيء. كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسألة عملية، هاو كيف يمكن أن تكون وما يجب أن تفعل. ويعني هذا من بركة طبعا يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هدي نقوله ونتنقله اليوم ويذكره هذا الجيل والأجيال المقبلة وما ذكروه من قبلنا حتى نتأسى بهدي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لذلك أيها الأحبة الكرام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خير وإلى ما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شبابنا وأن يرزقهم الأعمال الطيبة المباركة وأن يفتح عليهم من بركاته ومن خيره سبحانه وتعالى. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلى العبد أن يتوكل على الله وأن يحسن التوكل على الله عز وجل وأن يتمثل معنى الرزق، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو رزاق على وزن فعال أي أنه يرزق رزقا بعد رزق بعد رزق. فالمولى عز وجل الذي يرزق الكافر كيف لا يرزق المؤمن إذا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ عليك أن تؤمن بالله عز وجل وأن تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فسيرزقك البركة فيما أعطاك. لأنه قد يعتقد البعض أن الرزق يتعلق بالوفرة ويتعلق بالكم، لا، الرزق يتعلق بالبركة، يتعلق بالكيف، يتعلق بطريقة التعامل، الرزق يتعلق بالعلم، يتعلق بالأخلاق، بكثير من المسائل الطيبة وليس بالمال فقط. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لشبابنا أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لما فيه خير وإلى ما يحب ويرضى. ونعرف كما يقولوا من يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها، وأن البطالة آفة تؤدي إلى الكثير من المسائل، تؤدي يعني شوفوا أنه يعني ما يسمى يعني اليوم كثير من الناس اللي يتبناوا أفكار نقول فيها أنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها تنطع، هلك المتشددون وهلك المتنطعون. تجد أنه البيئة متاع تقبل الأفكار هذه المتطرفة والأفكار المتشددة كما قال صلى الله عليه وسلم والمتنطعة، تجد أنه القاسم المشترك بين هؤلاء مسألة مهمة مش اعتباطية، راهي البطالة البطالة البطالة. فمن تبطل كما قال الراغب الأصفهاني انسلخ من الإنسانية، ما عادش إنساني ولي، ممكن تنتظر منه أي شيء، مش تبرير هذا مش أنه يعمل جرائم وأنه لا، ولكن ممكن تنتظر منه أي شيء يعمله بسبب أنه فقد ما يسمى اليوم بيسميه بالكرامة، ما عادش ما كرامة. وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ديما شفته في الحديث كل ما يذكر الوجه، وإذا كان إنسان الوجه متاعه تفقد ما عادش عنده كرامة. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ديما ينهانا على أنه ما نضربوش على الوجه. فكذلك السؤال يخلي الإنسان ذليل ويفقد مروءته بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خير وإلى ما يحب ويرضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فاللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، تذكروا أنكم في يوم عظيم والخير فيه عميم وفيه ساعات يستجاب فيها الدعاء، فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بخشوع وإنابة واسألوه أن يتقبل دعاءنا ويسمع نداءنا وأن لا يخيب رجاءنا. فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم رب إنا نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، ونشكرك شكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب كن معنا ولا تكن علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب اقض ديوننا، اللهم يا رب اقض ديون المسلمين، اللهم يا رب اشفي مرضى المسلمين، اللهم يا رب عافي المسلمين من كل الأمراض يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أذهب عنا الحزن والبلاء والوهن والضعف يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم يا رب أنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في جميع بلاد المسلمين. اللهم يا رب كن مع إخواننا في غزة، اللهم يا رب أنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أنصر إخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين في جميع بلاد المسلمين.
الدين. اللهم ربي اجعل راية الإسلام هي العليا إلى يوم الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفق شبابنا إلى ما فيه خير وإلى ما تحب وترضى، وأريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا ربي جنب بلادنا الفتن، اللهم يا ربي جنب بلادنا وأمتنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.